زين حسين، على طاري الأسامي، بما أنك أنت ذكرت لي يعني أسامي أجانب يعني متواجدين في لعبة الملاكمة، من هو اللاعب المفضل لك أنت كحسين، وشو وليش تحب تتابعه، ومن هو هذا الشخص؟ والله نشوف، طبعا أكيد بيدور في بالك الحين يا مايك تايسون يا محمد علي، صح؟ والله هذا اللي يدور في بالي. بيدور في بالك لا مايك تايسون ولا محمد علي. أنا قدوتي في الملاكمة، طبعا كل واحد له قدوة، أنا قدوتي في الملاكمة لاعب مكسيكي، لاعب مكسيكي اسمه كانيلا. اسألني ليش؟ ليش؟ الريال زين، أهل عائلته معتبرينه كمشروع، مؤسسين من هو صغير، ما مؤسسين عشان انه بس يفوز، الفوز ما له طعم، فوز زين، خسر زين، كمل مرة ثانية، كمل، عنده خسارات، عنده 50 فايت واربع خسارات، 50 و52 فايت وعنده خسارات، بس شو لحد الان مصنف عالميا رقم واحد على وزنه، متربع على العرش. ايوه متربع على العرش، رغم الخسارات اللي عنده، بس اللي يعجبني فيه زين انه اول شيء على وزني زين، وثاني شيء الانتظام والدسم العزيمه اللي فيه، هاي اللي تعجبني فيه، يقول ما في حد نفسه، لا ما حد يقدر يهزمه، وفعلا الهزيمه مش في الخساره، الهزيمه لما تخسر ما تكمل، وهذا اللي شفته انا، وين شفته في كانيلو، خسر ما طاح، لا تم استمر النجاح في الاستمراريه. فيوم شفته هالشيء فيه قلت هذا قدوه في الملاكمه، فقدوته في الملاكمه كانيلو. حسين، مع كثره البطولات اللي شاركت فيها سواء محليه او دوليه، شو هي اصعب بطوله مرت على حسين الشمار؟ اصعب بطوله مشاركاتي كانت في بطولة العالم، لعبت مع مصنف الأول أفريقيا، بطل مغربي حمزة البراري، كانت هاي أصعب بطولة شارك بطولة عالم، ما أتكلم عن بطولة محلية، لا بطولة آسيا ولا بطولة دولة ولا بطولة الشرق الأوسط، لا بطولة عالم. بطولة العالم ملاكمة. إيه بطولة العالم ملاكمة. أي أصعب مرحلة هذه المرحلة. ليش أصعب مرحلة؟ خبرني، شو اللي واجهته؟ سواء في الحلبة قبل الحلبة. لا اللي واجهته من اللاعب كان ضربته شوي قوية. ومتمكن. إيه متمكن، طبعًا بطل عالم، هذا مصنف أول أفريقيا. أنت ما تكلم مصنف أول في آسيا. نعم. في أفريقيا، أفريقيا أكبر عن آسيا. نعم. وما بالك مصنف اول افريقيا، اكيد خبرتها بتكون واسعه في الرياض، خبره واسعه، والريال عنده خبره، يعني فتشت ورا الريال طلع الريال له باع طويل، له باع طويل، له مسيره طويله في الملاكمة، اطول عني انا واكبر عني بعد في العمر، وخبرته يعني يكفي الخبره اللي عنده، فما وقفتني، رجعت من بطوله العالم وشديت على عمري في التمرين، قلت لا هو ما احسن عني بشيء. حسين، لو تكلمنا عن اهم بطوله شاركت فيها، شو هي كانت؟ طبعا يقول لك ختامها مسك، اخر بطوله كنت مشارك فيها في بطوله الدوله، وهي بطوله الدوله ها قبل الاخيره بطوله الدوله، حققت فيها انجاز في تاريخ الملاكمه في الامارات، ما حد سواها، قاضيتين في بطولة واحدة. يا سلام، قاضيتين، الحمد لله لك يا رب، ولله الحمد، من بعد الإصرار اللي عندي والعزيمة اللي عندي والخسارات اللي كنت أخذها قبل، اللي خلتني بعد كل خسارة أرجع واشتغل على عمري، أشتغل. طبعا هالأشياء اللي أكلمك عنها الأشياء الغير مرئية. نعم، غير مرئية في النجاح، الأشياء المرئية طبعا قلت لك، الأشياء الغير مرئية، المرئية اللي هي الإصرار والتمرين وصحة النشاط الصبح، وتمرين مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم، أربع مرات في اليوم الصبح، تيجي الظهر، تيجي العصر، تيجي بالليل،